بسيط. انت منين؟ من قبلي. اجدع ناس. والله كنت هرم الحريم هم الليل، بس يا خسارة خدوني على اخوانا ودب. اسمك ايه؟ عمر. عمر؟ عاشت الاسامي يا عمر. تعيشي. وانا عزيزة. زيزة. زيزة. تشرب ايه؟ شاي. شاي؟ بس يكون تقيل. ومش خايف تروح البلد ويبكتوك علشان نزلت مصر وما شربتش غير شاي؟ ايه؟ ده انا شارب يا جتن. بس عاوز افوق، عاوز افوق. خمرة مصر دي لطشتها الارض. وادي عبده. نعم. كوباية شاي تقيل قوي. من عينيا. مالي؟ في ايه؟ يا خسارة، كان نفسي اسمع بقية الغنى. ايه؟ عجبتك؟ جدا. صوتك حلو. قليل اللي بياخد باله من حكاية صوتي دي. عندهم حق. أصلك حلوة قوي. ممكن أبقى أشوفك تاني؟ أنا كل يوم هنا في الكباريه. لا 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 لا، مش في الكباريه، بره. بكرة الصبح مثلا. الصبح؟ ليه؟ نتفسح بالنهار. يا ريت. حلوة مصر قوي. انت بتتكلمي كأنك أول مرة تشوفيها. ما هي دي فعلا أول مرة أشوف فيها مصر بالنهار، وهي منورة. دايما بشوفها بالليل والدنيا ضلمة، بيبقى شكلها وحش قوي. طب ليه؟ ايه؟ قضى ومكتوب. انت ايه اللي خلاك تجيب لي ياسمين بدل اي ورد تاني؟ عشان بحبه. انت كمان بتحبيه؟ أيام ما كنت في البلد كنت أقطفه كل يوم وأعمله عقد وأفضل لابساه لحد ما أعمل عقد جديد تاني يوم. يا سلام، أنت لو بتحبي الياسمين للدرجة دي، ده أنا أجيب لك الياسمين اللي في الدنيا دي كلها. أنت طيب أوي يا عمر. أوي. وأنت كمان. كان أيامها عندي 14 13 سنة، وكنت بشتغل في طابونة، وأنا مروحة في ليلة كانوا 5، وكنت صغيرة. خفت قوي من يومها، عرفت إن الدنيا مش سهلة، وحلفت أخد حقي بإيدي. يا الدنيا ليلت ولازم ألحق أروح الشغل. لازم؟ ده أنا مسافر بكرة. بكرة؟ ايوه بكره. هو انا لازم اروح، لازم اروح، لكن انا مش هروح.